طيب، حتى فرحة الأداء الكويس والفوز الكبير اللي حدث غطى كتير جدا على مجهود اللعيبة الكويس اللي في الملعب، أو دور حسام البدري في تحقيق هذا الفوز الكبير، أو ضربة البداية الموفقة أمام الفريق الجابوني. الأخبار قالت الأهلي فنان وجمهور توهان، وإن في تحقيقات سرية تكشف المشاغبين، والبدري يشيد بضربة البداية الأفريقية. الشروق قالت الأهلي يسعى لتجنب نقل مباريات الأفريقية من استاد القاهرة بعد شغب الجماهير. والأهرام المسائي قالت توابع تصرفات المشاغبين من رابطة الألتراس حرمان الأهلي من اللعب على استاد القاهرة. مش عاجبني قوي الأحكام السريعة قوي قوي، اللي للأمانة مش الصحافة بس، الأخ ثروت سويلة نصب نفسه كده برضه، وهتسمعوه وهتشوفوه الناس قبل ما حد يعرف ولا حد يحقق. طب ادي يا سيدي تقرر انه مباراه الزمالك والرجاء في استاد القاهره، ايه قولك بقى؟ اول حاجه تطلع فورا خلاص الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره، وكانه ثروت سويلم هو اتحاد الكوره وهو الامن وهو كل حاجه. يا عم انت هو المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، بس هو اصل مشكلته ان عضو مجلس الشعب و من جهاز الشرطه سابقا ثم مدير الاتحاد، هو عنده خلط شديد بين الادوار، يلعب سياسه حيث يجب ان يلعب رياضه، ويلعب امن وهو مش مصرح له ان يلعب امن الان، ولكن ايضا انا كمدير مكان لا اصرح بقناعاتي، انا بصرح بقناعه المكان بتاعي. هل دايما عنده راي مجلس الاداره بعد الاحداث بساعه؟ يعني انت تذكر نناقش بقى ولا هتقول لي في ميعاده؟ اتفضل. مش هو ده اللي حط نفسه برضه نصب نفسه مسؤول عن الحكام، صاحب التسريبه الشهيره، جبنا له اللي هو عايزه، عايز مننا ايه تاني؟ يعني بيورط نفسه وهو راجل كويس مش وحش يعني ثروت سويلم. يعني هو يطلع تسجيل له مع وجيه احمد يوجه في تعيين الحكام. ايوه، ويتكلم على لجنه مسابقات حرمان الاهلي من اللعب على استاد مش هعرفك. طب الزمالك او جبناه من السويس هيلعب في القاهره. هو ده الامن بقى ما يجي يقول لك ايه ولو اداه وقدود؟ هي كده انت عايز توصل رساله شكلها ايه للعالم؟ طيب، ان في عدم قدره على السيطره بعد مش هديك الفرصه. بعد المباراه مباشره نشرت اليوم السابع وبعض المواقع تصريحات صريحه للعميد ثروت سويلم انه خلاص الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره، وكانه الراجل رئيس لجنه مسابقات ورئيس اتحاد الكوره، ولا في هنا بريده ولا في مجلس اداره ولا في جهات امنيه ولا في حد بيحاسب ولا في حد بينتظر تقارير. بسرعه الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره، فحصل جدل والناس قالت الله، هو ثروت سويلم يعني هو بقى هو اتحاد الكوره. كابتن احمد شوبير في برنامجه الاذاعي سال ثروت سويلم الناس زعلانه منك، انت استبقت الاحكام ليه؟ نشوف. ما حدث في استاد القاهرة أكيد هتبقى له توابعه، يمكن بعض في النادي الأهلي بيلوم على حضرتك امبارح إنك طلعت بسرعة وقلت الأهلي مش هيلعب في استاد القاهرة مرة تانية، صحح المعلومة لو فيها خطأ والمستقبل هيبقى شكله عامل إزاي من وجهة نظرك؟ بص يا كابتن، يعني كل احترام طبعا لإدارة النادي الأهلي، أنا ما قلتش النادي الأهلي مش هيلعب في استاد القاهرة مستقبلا يعني، لكن أنا قلت النادي الأهلي كان عنده إصرار إنه يلعب في استاد القاهرة، وإن الجهات الأمنية احترمت قرارها واحترمت قرار النادي الاهلي واحترمت رغبه النادي الاهلي دعما ليهم، لكن اللي جاي انا ما اعرفوش يعني. انا نفسي قلت كده، قلت انا مش قادر اتكلم مع جهه في هذا الموضوع، شيء من الحرج يا كابتن، لان كان في تحفظات كثيره ان الماتش اتلعب في استاد القاهره، زياره مهمه جدا كانت معلومه للامن قبل ما تبقى معروفه للشعب المصري، وزاره ولي عهد السعوديه، نهائي افريقيا او بطوله افريقيا للسيدات في النادي الاهلي، كل ده حضرتك كان بعض يعني المبررات الطبيعيه انك ما تلعبش الماتش في استاد القاهره، ورغم من كده الامن ولو فانا ما قلتش القرارات الامن بعد كده هتكون ايه، لا انا قلت الامن عمل كل حاجه لجماهير الكوره، واحنا برضو من اول لحظه كان السيد الوزير مجدي بقى غفار مع الكابتن هاني بريده مع الوزير خالد عبد العزيز بيتكلم على عوده الجمهور، كان متفق انه لو في اي خروج عن النظام هيبقى لجمهور النادي اللي هيحصل منه مشكله، عشان ما يبقاش السيئه تعم على كل الانديه. فانا بعز حضرتك، انا لو قلت النادي الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره، ولا قلت ايه اللي جاي في المستقبل.
طبعا جهود الامن في حمايه المباريات والمهام الكبيره جدا اللي بتطلع بيها وزاره الداخليه في هذه الظروف مساله مش محتاجه كلام. الدور التاريخي الكبير اللي بيقوم به رجال الامن لا ينكره فعلا الا جاحد. المساله اكبر بكتير جدا من حتى ان الناس ما تتعاونش. المساله محتاجه ان الكل يساند كل الجهود الامنيه اللي بتبذل في حمل كل هذه الاعباء الكبيره قوي. لكن ما يبقاش بسرعه نقوم راجعين للمربع صفر وبلاش استاد القاهره واقفله. انا بقول قرار رائع جدا ان الزمالك والرجاء في استاد القاهره. والاهلي اقرب مباراه لو عايز يلعب في استاد القاهره يلعب في استاد القاهره. وافرض النظام وطبق القانون بايد من حديد. ساعتها فعلا استاد القاهره مش هيبقى فيه 5000، هيبقى فيه 120,000 متفرج. واللي مش عاجبه ياخد عليه القانون يقعد في بيتهم. واللي مش عايز يتفتش واللي مش عايز اجراءات الامنيه تطبق عليه بحذافيرها يقعد في بيتهم. واللي يخرج عن النص يحاسب بالقانون، واللي يثبت ارتكابه للخطا يروح في داهيه. ده القانون. مش في قانون عقوبات، حتى مش محتاجين لا قانون شغب الملاعب ولا في قانون عقوبات. هو ايه الفرق بين ان في مشجع يروح الاستاد يكسر منشاه او يكسر اتوبيس في الشارع؟ هو لو كسر اتوبيس في الشارع ما قانون العقوبات بيحاكمه. انا مش محتاج قانون جديد داخل الملاعب، ربما داخل الملاعب عشان الاليه تبقى فيها تسريع شويه. يعني هل انت السواق او كمساري لما يختلف مع الركاب يكسروا له مش ممكن الاتوبيس؟ يعني ساعات يقول لك اصل تسرع من الامن مش عارف اعمل ايه. هذا كلام مبررات غير مقبوله. التكسير ملوش مبرر. التخريب ملوش مبرر. يعني لازم نبقى شايفين الامور صح. طيب بدايه الاحداث بقى كما رصد